محمد ممبريك المري. شكرا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. ينطلق في هذه الأثناء وعلى بركة الله وحفظه هذا الشوط الرئيسي لثنايا القعدان، وهذا هو شوط الخنجر الفضي للعمانيات القعدان. ينطلق بمشاركة واسعة من الشعارات الحاضرة في هذا الشوط وفي هذا المهرجان. 13 مشاركا تنطلق في هذا الشوط الحساس، نتمنى لهم التوفيق جميعا. نتجه أيها الأعزاء مباشرة لنتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة الأولى والمسموح لها بالإذاعة في هذا الشوط وفي هذا المهرجان الكبير الذي يقام على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول ولد الزود لخليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي على مقدمة الشوط، ولكن دخول عليه وتسلل من شاهين مانع بن خليفة بن رشيد السويدي يختطف المركز الأول في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني، ولد الزود، تعود ملكية ولد الزود لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. الدور دور المركز الثالث، ومن يتقدم هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الغيلاني، ويليه على المركز الرابع مياس محمد بن حميد بن سلطان بن كديده الفلاسي. ننتقل الى المركز الخامس، اللي قادم على المركز الخامس هملول لمغير بن سالم بن حارب العميمي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء ايها الحبل الكريم، وهناك هذا هو نداءنا الاول، وهناك اسماء خلف دائره النداء لم يحن موعد دخولها الى عالم النداء والاذاعه. انتظروها انتظروها في الوقت المناسب. نعود الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، التغيير من شاهين مانع بن خليفة بن رشيد السويدي شعار ظبيان، من خطف الشوط المفتوح قبل قليل يبحث عن رمز آخر في هذا الشوط، يبحث عن رمز آخر غالي في هذا المهرجان وفي هذا المساء. المركز الثاني ولد الزود خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. على المركز الثاني يتواجد شعار بن ثاني عاشق سلالة المختبر. الدور دور المركز الثالث، شاهين لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادم اللي قادم بكل قوة هملول لمغير بن سالم بن حارب العميمي. يتقدم شعارك يا مغير ويقير على المراكز الأولى، بينما المركز الخامس الانطلاق من مياس وسلالة مياس الحاضرة والمتواجدة دائما في كل مكان في كل مكان. هذا هو ينطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم على المركز الخامس، يتسلل لمحمد بن حميد بن سلطان بن كديده الفلاسي على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أعزائي المتابعين. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، ما زال هنا شاهين مانع بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. المركز الثاني ولد الزود، ولد الزود على المركز الثاني خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي على المركز الثاني. ولد الزود راعية الإنجازات، هذا هو ولد الزود على المركز الثاني. المركز الثالث يصل وينطلق شاهين عبد الله بن حمد بن علي العطية على المركز الثالث، ممثلا لأبناء الشحانية في هذا الشوط، ممثلا لأبناء الميدان. هذا هو على المركز الثالث يبحث عن الخنجر الفضي الغالي الغالي الغالي. الدور دور المركز الرابع، الانطلاق من هملول مغير بن سالم بن حارب العميمي. يقدم لنا هملول في هذا الشوط الحساس. المركز الخامس الانطلاق والدخول من هملول أيضا لمحفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى. ونعود إلى المنافسة ما بين ولد الزود، ولد الزود لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وأيضا شاهين لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي.
منافسة ما بين الاثنين، حامية الوطيس، شوفوا جنبا إلى جنب، ولد الزود وشاهين، ولد الزود وشاهين، وترقبوا أيضا المفاجآت، ترقبوا المنافسة القادمة في الأمتار الحساسة الأخيرة، أشواط الرموز، أشواط غالية، غالية غالية، أشواط تاريخية للفائزين، أشواط تاريخية للفائزين تسجل بحروف من ذهب لمن ينتزعونها، لمن يختطفونها، هنيئا لمن فاز بالرموز، هنيئا لمن فاز بهذه الجوائز العينية القيمة، الهدايا التذكارية المقدمة في هذا المهرجان. ننتقل إلى المركز الثالث، شاهين عبد الله بن حمد بن علي العطية، يلا بنشوف القعدان، آخر المتوجين برموز هذا المساء لمن هذا الرمز الغالي. المركز الرابع الوصول من هملول، محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني يقود المنطلقين من الخلف بهذا الاندفاع القوي، هذا هو هملول أيضا يندفع بشعار الغيلاني، محفوظ بن خميس الغيلاني يتقدم إلى الأمام، يخطف المركز الثالث في سير حديث وخطى حديثة إلى المعالي، إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع الانطلاق من هملول لمغير بن سالم الحارب العميمي، وهنا يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس، هنا شاهين عبد الله بن حمد بن علي العطية، ويصل أعزائي المتابعين على المركز الخامس، مرحبا بشاهين، مرحبا بهذا الدخول وهذا الانطلاق لشاهين. لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان يصل وكفته مليئة بالترشيحات لما لا، وهو حامل اللقب، حامل لقب هذا الشوط في مهرجان سيدي الأمير الوالد قبل أيام قليلة، هو الفائز بهذا الرمز، رمز العمانيات في رصيده، رمز في مهرجان الأمير الوالد للعمانيات، الثنائي القعدان بشعار صعب المضمرين، صعب المضمرين في هذا الشوط الصعب، يريد المحافظة على اللقب وعلى عرشه الغالي، ولكن الوضع يختلف في هذا المساء من خلال هذه الشعارات المتواجدة والباحثة في هذا الشوط، الباحثة عن هذا الرمز الغالي وعن اختطاف المركز الأول، حلم الجميع، طموح مشترك لكل المشاركين، ولكن هنا شاهين والسلالة الشاهينية ما زال على مقدمة الشوط. غادرنا لوحة منتصف المسافة، إعلان هام للمضمرين، للملاك، للمسايرين، للمتابعين عبر قنوات التلفزة، للمستمعين عبر إذاعة وأثير الراديو، بأننا غادرنا لوحة منتصف المسافة وبدأنا مرحلة وأيضا مسافة جديدة، وما زال شاهين على المركز الأول، هذا هو شاهين، ما يهمه يا ابو الرشيد لو تجره من اثنين حيث في دمه خليط من الجياد، هذا هو على المركز الأول قائدا لهذا الشوط منذ الانطلاق، قائدا لهذا السرب منذ أن انطلق وارتفع ستارت هذا الشوط، ما زال سيد الموقف على المركز الأول. يا سلام يا شاهين، مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، هذا الشعار خطف في هذا المساء رمز، رمز المفتوح مع ظبيان، ويبحث عن رمز القعدان ليحكم القبضة ويحيط بأشواط الرموز القعدان ويحيط بهذه الأشواط الرئيسية، حواط إحاطة السوار بالمعصم، انواصل على هذا الانطلاق وعلى هذا المنوالي والموال في الشوط شوطه، ولكن هناك أسماء، هناك شعارات يا ابو الرشيد تهز الأبدان، أراها خلف شاهين، أول المنطلقين، أول المهاجمين في هذه اللحظات، ولد الزود، ولد الزود، خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، وعنده زود، ولد الزود، عنده زود اللي على المركز الثاني، يتبقى 3 كيلومترات ثقيلات على المعلقين والمسايرين والمشاركين، أمتار صعبة يا متابعين. المركز الثالث يتقدم هملول، مغير بن سالم الحارب العميمي يقدم لنا هملول والسلالة الهملولية، ويصل هنا شاهين، مرحبا بشاهين، مرحبا بحامل اللقب، يريد إضافة الرمز الثاني في رصيده في هذا المساء، صعب المضمرين في موقف صعب، في اختبار صعب في هذا المساء مع شاهين. العبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على المركز الرابع، المركز الخامس هملول ومحفوظ بن خميس بن علي الغيلاني، يقدم هنا هملول الخطير بدوره، انطلاقته قوية هملول، وموقعه ممتاز يا راعي هملول، موقعه ممتاز، قريب بدأت الأسماء، بدأت الشعارات تقترب، أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، يا بو
انطلق شاهين الرمز الثاني في طريقه لبن رشيد. لبن رشيد في هذا المساء وفي هذه الليلة التاريخية لهذا الشعار مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. قفل الشوط قفل الشوط قفل الشوط، انهى امور هذا الشوط. يا سلام على هذه الانطلاقة الصاروخية، خلاص خلاص اسرع شوط يحسم في هذا المهرجان. يبدو بانه هذا الشوط، يبدو بانه هذا الشوط انطلق من لوحة الاثنين كيلو الكيلوين مترين الاخيرين الى الرمز الى الخنجر الفضي. يسير شعار بن رشيد مع شاهين مانع بن خليفة بن رشيد السويدي ابناء جميرة مع المركز الاول، وبالفعل ما يهمه لو تجره من اثنين حيث في دمه خليط بن الجياد، وجره من اثنين بالضبط بالضبط مع لوحة الكيلوين مترين الاخيرين. جر لنا شاهين، جر اللي جر الشوط وابتعد ابتعاد كلي، وهذا هو الفارق على الكادر التحتاني. لا يكاد يرى شاهين، انطلق انطلاق صاروخي 1500 متر. يقترب شاهين من الخنجر الفضي، يقترب من تحقيق الرمز الثاني لهذا الشعار لأبناء خليفة بن رشيد، لأنجال خليفة بن رشيد. في هذا المساء من تميزوا، من أبدعوا دائما وابدا في كل مكان وفي كل ميدان، نجد لهذا الشعار اسم وعنوان، شعار لا تغيب عنه الشمس. سلام يا شاهين سلام، يفتتح الكيلو متر الاخير او يقترب من الكيلو متر الاخير. المركز الثاني، هنا معركه على المركز الثاني. المنطلق هنا هملول محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني، وعلى المركز الثالث هملول لمطر بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي، وعلى المركز الرابع وصل الشرس لمنصور بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري، وعلى المركز الخامس نعود مشاهدينا الاعزاء، نعتذر عن بقيه المراكز، نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى شاهين، الى الخنجر الفضي، الى الخنجر الفضي. الخنجر مع شاهين وشاهين مع الخنجر. يا سلام، هذا هو شاهين، قام راس وينهي الشوط راس، قام راس وانهى هذا الشوط راس. اذا اعزائي المتابعين، يسعدنا ويسرنا على الهواء مباشره ان نرفع التهاني لمالك هذا الشعار، لمانع بن خليفه بن رشيد السويدي ولخليفه بن رشيد السويدي على الفوز بالرمز الثاني في هذا المساء بعد فوز ظبيان بالشوط المفتوح بالخنجر المفتوح. ياتي شاهين بعيد كل البعد دون اي منافس على الاطلاق. وسلام يا جميرة سلام، سلام يا جميرة سلام، سلام يا شاهين سلام، تهانينا وعلى الهواء مباشرة إلى جميرة وشواطيها في هذا المساء وبدون أي منافس على الإطلاق. سلام لله درك يا بن رشيد، لله درك يا مالك شاهين على هذا التضمير وعلى هذه المواصيل التي وصلت إليها شاهين في هذا المساء. هذا هو شاهين. النقطة الثانية، رمزين غاليين تسجل لهذا الشعار في هذا المهرجان، ظبيان وهذا هو شاهين يحقق الرمز الثاني. سلام بن رشيد سلام، سلام يا شاهين سلام، تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني إذن شاهين لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي. مشاهدينا الأعزاء، يخطف المركز الأول بجدارة واستحقاق. المركز الثاني هملول لمطر بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي. المركز الثالث يصل شاهين لمانع بن خليفة بن رشيد، أو يصل شاهين لعبيد، يصل شاهين لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخال الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الشرس لمنصور بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري. المركز الخامس وصل فيه هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. هذا هو شاهين، انطلق من لوحة الكيلوين ونصف الكيلو الأخيرة، انطلق انطلاق قوي إلى المركز الأول. إذا مشاهدينا الأعزاء، يصل في هذه اللحظات شاهين 12 دقيقة 53 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين على اختطاف الرمز والخنجر الفضي. تهانينا لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني يصل في ثاني المراكز هملول
ويقطع المسافة هملول في توقيت زمني الخنجر ذهب الخنجر الثاني يسجل بن رشيد في هذا المساء. هذا هو المركز الثاني هملول 13 دقيقة 5 ثواني 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملول مطر بن محمد بن مطر بغدير اكتبي. المركز الثالث يصل شاهين 13 دقيقة 9 ثواني 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الهادي بن علي. تهانينا والناموس لمالك شاهين. عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخال الكتبي احتل